فارق للنادي الافريقي في هذه المباراة؟ اللي صنع الفارق هو البداية القوية نتاع فريق النادي الافريقي. طبعا يعني شبيبة العمران يعرف مليح اللي الفريق فريق النادي الافريقي يعني سنا الانتدابات الكبيرة، اسماء معناتها كبيرة برشا. كنت تذكر انت في لعب الملعب التونسي فرط في زوز من اكبر الملاعبية نتاعو معناتها اللي عمناول معناتها صنعوا الفارق انضموا للنادي الافريقي. اللاعب الليبي يعني كان موجود يعني وكانت اضافته واضحة. فريق شبيبة العمران يعني وهذا طبيعي جدا معناتها لعب التالي توفروا فرص. النادي الافريقي كان عنده الحظ انه يسجل منذ معناتها في 11 دقيقة رابح اثنين بشيء. اعتقد انه زوز اهداف في 11 دقيقة اثروا على المباراة، خلاو النادي الافريقي جاري. العامل البدني زاد كنا حكينا فيه، قلنا انه تحذيرات باش تاثر راي في المباريات الاربعة والخمسة الاولانيين باش تاثر على نسق النادي الافريقي، وهذا كان واضح في مباراة البارح. فوز معناتها اعتقد انه يطمن فريق النادي الافريقي في بداية الموسم. النقطة السوداء هي الحقيقة اللي نحب نحكي فيها أكثر من الجانب الفني، لأنه ثم معناتها شكون ينجم يحكي فيه خير مني. النقطة السوداء هي يعني نداء ورجاء للجروبات. التصويرة المزيانة اللي عملوها في الدخلة لا للاعتراف بإسرائيل وكالليماج الباهية محلاه أونوغي مين هم ما يشوهوهاش بك العركة. إن شاء الله اللي صار في الفيراج يكون آخر عركة ويكون آخر معناتها شجار يصير في الفيراج هذاك، على خاطر راهو الناس كل تعرف اللي القلب النابض للنادي الافريقي هو الجمهور نتاعو وبالذات معناتها الفيراج. تمنياتي ورجائي انه الجروبات من المباراه الجايه يترفعوا على مثل هالخلافات هذيا وما عادش نشوفوها. واضح كمال. قبل ما نجيك سي صالح باش نجيك سي صابر، سمعنا عادل زهمول زميلك عادل زهمول الحكم بالدوري السابق بوليميك كبيره عملها، يقول لك الهدفين اللي سجلهم النادي الافريقي مسبوقين بتسلل، وبالتالي يقول لك الحكم هيثم القصعي والاسيستون نتاعو غير نتيجه المباراه. شنو رايك مكرم؟ زوز اهداف الحقيقه الاثنين مزوز مسبوقين بتسلل للاسف، خاصه ثم هدف معناها ما نعرفش كيفاش ان الاسيستون فاش يخمم وين واقف. ثم هدف قول معناها بتاع تكنيك، ثم هدف ظاهر معناها وحده في الرجوع وحط بوتو. معناها ما نعرفش ان الاسيستون هذا هل أنا يستحق الرابطة الأولى ولا أنا حكم يبدا مبتدأ يراه ونقول لك والحكام كل تخطأ، أما اليوم مش تعمل زوز أخطاء في مقابلة واحدة وزوز بنفس الطريقة وزوز معناها ظاهرين ما فيهمش معناها واحد داخل واحد خارج. معناها الحقيقة نستغرب برشا شكون عين الحكم هذا الأسيستون، وزيد عليه اللوم على القصحي. وموا واحد من زوز اهداف كان نجم يدخل خاطر ظهر في الرجوع، كان نجم يصفر واحد وراه. سي صالح ثابتي، فنيا شنو اللي شدك في النادي الافريقي؟ والله يا صاحبي قلناها في المباراه الاولى، النادي الافريقي الموسم هذا غير النادي الافريقي نتاع المواسم الاخرانيين. وجه اخر مغاير، بيان سور بالانتدابات اللي حصلت، النادي الافريقي قام بعده انتدابات، النادي الافريقي شكله تغير، النادي الافريقي طريقة لعبه تغير، برشا حاجات تغيروا في النادي الافريقي. المباراة كما قال كمال تلعبت في 11 دقيقة زوز اهداف، وكأني بالنادي الافريقي في الشوط الثاني اكتفى بالنتيجة الى جيري لو ماتش. بصراحة شبيبة العمران رغم الهزيمة قدمت مردود طيب وطيب جدا، فريق متكامل، فريق شاب، فريق قادر باش ما تحشمش شبيبة العمران من الهزيمة. نعم، ما تحشمش منها لازم. لا بالكل لان قدمت مباراه طيبه ومشات وطلعت ولعبت كره، هذيك الكره فيها ربح وخساره فيها اهداف. اما شبيبة العمران فريق محترم ومحترم جدا ومش يقلق برشا برشا فرق، ومش يكون نجم نقول لك من الثمانيه ولا من العشره فرق الاولانيين اللي يكونوا متواجدين في الترتيب في نهايه الموسم. صح. تشاطر مكرم اللقام بخصوص ضربتي الجزاء التسلل موجود. الهدفين هدفين موجود زوز تسلل. شو صاحبي وقت اللي فما حقيقه باش تقال، اذا مش نقولوا عكس الواقع شو معناتها باش انت خاطر جمعيتي النادي الافريقي مش نقول لك مش صحيح. صحيح فما هدف، فما هفوه تحكيميه وتحكيميه فادحه، غدوه لو كان جات ضد النادي الافريقي انا باش نقول عندي موقف اخر. كامل عمران من حقها، كامل عمران من حقها باش تظلم وتقول فما شو. جي نقول لك صاحبي هنا نحي المباراة ونحي النتيجة ونحي الهزيمة وموت ولا مش موت. كرتنا يلزمنا نلقاو لها حلول.
باش نعملوا الفار ولا ماناش نعملوا الفار؟ ماكش عامل الفار. ماناش عاملين الفار راهم شراوا كوارث. وكل وانت بالفار وشفت كوارث. وشفنا كوارث. غدوه اليوم اليوم تظلم العمران ونادي الافريقي استفاد، غدوه النادي الافريقي مشي تظلم ومش بتكون مستفيد. مش بقردان النادي الافريقي تظلم. تظلم. هذا بقردان. يتوالى ظلمت مع باجا. اليوم ظلمت العمران. شو انا نزلت. اسمعني دو جورني. هذا دو جورني. سامحني كمان. هذا دو جورني. ما خلينا في المباراة سي صار عندي برشا ماتير ما عندناش وقت. تعقيب تعقيب في المباراة هذه. خلي كمل الكلام. شو كمال خذيت كلمة يظهر لي أنت. لا على مو تعقيب صغير خذوا الكلمة قداش مرة. كمل لي سي صالح. صاحبي قلت لك ننساو المباراة فما زوز الأخطاء موجودة تحكيمية مانيش مانيش نخبيوها قدر كبش نخبيوها باش نوليو ناقضوا في أنفسنا وحنا هنا نقولوا في الحقيقة. حقيقة تقال وتعدل. تتقال غدوة مش تجي النادي الأفريقي مش تظلم مش نقول لك راهو تظلم ومش ندافع هنا فما هفوات. اما يا صاحبي المشكل الكبير راهو كيفاش مش نعملوا كيفاش من هنا لقدام ما عادش راهو الهفوات خاصه وان هفوات قاتله. غدوه تجيك الفريق تعب عام كامل سامحني صاحبي تعب عام كامل وصارف وعامل ويجيك في مباراه يغلط الحكم يتيح ما يمشي راهو اسمعني هذه حقوق جمعيات ويلزمنا الناس الكل اعطي حق الناس خويا اعطي حق الناس.